بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أيتما ذي السما، أخواتي إخواني مناضلات ومناضلي حزب الحركة الشعبية، نعم حزب الحركة الشعبية، أعيدها وأكررها، لأن هذا الحزب الكبير ذي التاريخ الأكبر سيصدح عالياً، ولن نتوقف، لن نتوقف بإذن الله حتى نجعله جميعاً في طليعة المشهد السياسي المغربي. كل الشكر والتقدير والامتنان لكم ولكن أخواتي إخواني على ثقتكم الغالية وعلى دعمكم الأكيد. شكراً على طاقتكم الإيجابية وروح الوفاء والوفاق التي تشبثتم بها بعيداً عن من كان يزايد على الانقسام ويراهن على الانشقاق، لأن الحركيات والحركيين الأشاوس أكدوا اليوم لمن يحتاج التأكيد على تمسكهم بالوحدة في التغيير في ظل الوقار. في ظل وقار الثقة وهدوء الحكمة، وبعيداً عن جعجعات المزايدين والعاجزين والفاشلين، الثقة ديالكم اليوم في شخصنا المتواضع هو شرف نعي بكل مسؤولية ثقلة. هذه سفينتنا السيد الرئيس الأخ والأب محمد العنصر، قدتها بأمان وسلام إلى بر الأمان، وها أنت سلمت المشعل بجميع أشرعته لرجال ونساء وشباب الحركة الأوفياء لمغرب المؤسسات، خصوصاً وأن السنوات اللي جاية غادا تعرف تحديات عدة، وغادي نشتغلوا جميع على مواجهتها بالتأكيد. وعندي قناعة كما عند الحركيين والحركيات بأن الحزب ديالنا كيملك كل شروط التغيير والتقدم. إيماني قوي بأننا بروح التوافق والانسجام والإرادة القوية والهمة العالية غادي نصحوا الواقع ديالنا باش يمكن نحققوا مستقبل يليق بتاريخ المغرب ديالنا وبقيمه الأصيلة واللي متجدرة في عمق تمغربيت. أخواتي إخواني، بغيت ننبه أو نثير انتباهكم في البداية إلى أن هذه الكلمة اللي كنتشرف اليوم بإلقائها أمامكم، اسمعوا لي مزيان، هي خطاب كل الحركيين وليس خطاب لكل الحركيين، بمعنى هو خطابكم أنتم كذلك، وكنتمنى صادق أنكم تلقوا فيه أنفسكم وأفكاركم وأمالكم بحول الله. هي بداية عهد جديد وتعاقد حركي متجدد، طبعاً في ظل الوفاء لروح التأسيس ونضال ومسيرة الرعيل الأول من المؤسسين، تغمد الله برحمته من غادرنا إلى دار البقاء، وأطال الله عمر من لا يزالون على قيد الحياة. وبغيتكم تردوا معايا هذه الآية الكريمة، أقرأها جميعا. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. بغيت نسولكم، عرفتوا اين الصورة هذه؟
عرفتوا اين الصورة هذه؟ صورة الأحزاب. فهل هي الصدفة؟ جمع حزب، والتحزب لغة هو التجمع، سواء كان على حق أم كان تجمعا على باطل. فأيهما سيختار الحركيون والحركيات اليوم؟ السؤال، الجواب لكم بعد السؤال. المرحلة الجديدة اللي كنشنو اليوم هي لحظة مهمة، خاص تكون عندنا الشجاعة نوقفوا على النواقص والعوائق ونقوموا بنقد ذاتي باش يمكن نقطعوا مع ممارسات ولدات الشك في مؤسساتنا الحزبية وزعزعت هويتنا وخدرات حس الانتماء ديالنا. اليوم نؤسس لتوجه جديد ينهل من عمق تاريخنا الشامخ ومرتكز على قيم وأفكار ناضلت من أجل الحركة الشعبية وجعلت منها بوصلة اختياراتها وتوجهاتها. اليوم أعلن عن انطلاقة دينامية جديدة عنوانها الكرامة. ومن صدف التاريخ أن أول مؤتمر لحزب الحركة الشعبية كان تحت شعار الكرامة، وهكذا أكد مؤسسون وقيادون الأولين على تبصر وبصيرة اختيارهم اللي أسوا المغرب المؤسسات، مغرب التنوع، وأسوا أيضا التمغربيت كمفهوم ومنظور شامل لمغرب يحفظ كرامة المواطن والوطن. وسبحان الله، كم أشبه الأمس باليوم. إننا أبناء ورثة المرحوم الحجوبي أحردان، والمرحوم الدكتور الخطيب، والمرحوم الحسن اليوسي، والمرحوم محمد قيدي أمهروق، والمرحوم الهبيل بكاي، والمرحوم عديو به، وغيرهم كثر. نحمل رسالتهم بكل أمانة، والأهم اليوم أننا سنحييها ونجددها، لأنها وبالنظر إلى ما يعرفه ويعيشه المشهد السياسي اليوم أضحت وأكثر من أي وقت مضى هي المخرج والنجدة والخلاص. الكرامة يا سادة هي قيمة وحاجة أصيلة تتولد مع الإنسان وهي جوهر حقوقه. لذلك إخواني أخواتي، وجب صون وحماية كرامة المواطن، كرامة المناضل، كرامة المؤسسات، وكرامة الوطن، لأن الكرامة منظومة لا تقبل التجزيء أو التبعيد أو التقسيم. واجب اليوم تجاهكم واتجاه الحزب نبدأ صفحة جديدة في العمل يدا في يد ودون إقصاء أو تهميش، بل بصدر رحب وآذان صاغية لمشاكل واقتراحات وتطلعات كل حركية وكل حركي. مرحلة عنوانها العريض رد الاعتبار للمناضل الحركي الوفي الصبور الغيور والمتفاني. غادي تقولوا لي كيفاش؟ غادي نجاوبكم بإشراك كل الحركيات والحركيين في وضع المنهج وشق الطريق نحو حزب المؤسسات، باش نخرجوا من مفهوم الخيمة اللي كان عنده معنى في وقته إلى المأسسة، ومن ما يظنه البعض اللا تنظيم إلى التنظيم. حان الوقت لسماع الصوت الحركي الذي يتطلع إلى التجديد، إلى التعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية ودون قيد أو شرط داخل المؤسسة. ألتزم أمامكم أنني سأسمعكم وسأحترم كعادة دائما الاختلاف، وغادي ندبر الاختلاف جميعا إن شاء الله بكل مسؤولية وبروح التوافق والانسجام، وإذا تعذر طبعا يبقى ملاذنا الاحتكام للديمقراطية والصناديق. اليوم وبفضل ثقتكم ودعمكم أتحمل مسؤولية الحزب، لكني أؤمن أن المسؤولية تضامنية نتحملها جميعا، جميع أبناء وبنات هذا الحزب العزيز، لأن الهدف واحد ومصيرنا واحد ومسارنا واحد، التغيير، المأسسة، الانفتاح على طاقات الحزب، المقاربة التشاركية، اتخاذ القرارات والتوجهات هي أسس منهجية عملنا في السنوات الأربع المقبلة إن شاء الله. وثقوا بي، ما غاديش تكون سهلة، لكن أيضا ماشي مستحيلة.
نظرا للتحديات اللي كتحملها وللعقلية التي أسسنا لها، لكن بعزمكم وبإرادتكم وإصراركم غادي نتجاوزوها بمشيئة الله، وغادي نخرجوا منها منتصرين إن شاء الله. كما ذكرنا بالأمس مناضلنا ورمزنا الكبير سي سعيد مسكان، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. همتنا عالية وقناعتنا واضحة وأكيدة، لا تغيرها المواقع ولا تحكمها المزايدات. نحن حزب ولد من رحم المعارضة، معارضة كانت صوت من لا صوت له، كانت ولا زالت صوت المهمشين وصوت المغرب المنزي وراء الجبال والمحاصر بالثلوج، مغرب المداشر والأودية وهوامش المدن. وسنظل صوت المنادي لرفع التهميش بكل أشكاله، السياسي والمجالي والثقافي، وهذا هو عماد الفكرة الحركية الأصيلة. الحركة الشعبية في تقديري وفي تقييمها النهائي تأسست على فكرة واحدة، على مبدأ واحد، هي مقاومة التهميش في بعده المجالي القرية، في بعده الثقافي الأمازيغية، في بعده السياسي. حاربنا ودافعنا من أجل التعددية الحزبية، وطبعا ما زالت أبعاد أخرى دافعنا عليها، ولا زال هو البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. إذن الفكرة الحركية اليوم هي المرجعية الوحيدة التي لا زالت قائمة ولم يتجاوزها الزمن ولم تنتهي صلاحيتها. السؤال اليوم، جيلنا هل سيكون في مستوى هذا الإرث ومستوى هذه الفكرة الأصيلة التي كانت حلم جيل سابق واليوم هي تطلع لجيل لاحق؟ إخواتي أخواني، لن نقبل أن نحشر في زاوية المزايدين كما يتزايد علينا البعض، أو الشعبويين أو المعارضين الجدد، إنهم يجهلون تاريخنا. فنحن أبناء مناضلين بررة قدموا حياتهم فداء للوطن وثوابته، وفداء لمغرب يحفظ كرامة مواطنيه. وعلى نفس النهج ومشيا على نفس الطريق سنناضل ولن نقبل بأي مساس بكرامة المواطن، وغادي ندافع بكل ما أوتينا من قوة وبكل الطرق المتاحة دستوريا وقانونيا وتعاقديا على الهوامش وعلى الحقرة وعلى القدرة الشرائية للمواطن الكادح المقهور التي تنهار كل يوم. وبمبادرة حكومية سنرافع وسندافع وسنناضل عن تقليص الفوارق المجالية والطبقية. سنعمل على إعادة الثقة ورد الاعتبار للعمل السياسي من خلال مواقفنا الواضحة والصريحة، من خلال اليوم لم يعد مقبولاً ولا مسموحاً بالرمادية وازدواج المواقف أو التردد المحكوم بالمواقع. اليوم المغربي والمغربية ينتظروا منا خطاب الصدق والجرأة في المواقف. المغربي والمغربية بغاو سياسات عمومية كتحفظ كرامتهم، بغاو تعليم لائق لأولادهم، بغاو خدمات صحية للاستشفاء والشفاء وليس مستشفيات للحصول على شهادة الوفاة، بغاو اللي يحمي قدرتهم الشرائية، بغاو اللي يخلق فرص شغل حقيقية لأولادهم وبناتهم في بلادهم، ماشي اللي هجروهم خارج أرضهم وبعيد على أحبابهم بحثاً عن لقمة عيش في ضيعات أوروبا ما عرفناش كيفاش غادي تكون فيها حالتهم ولا مصيرهم ولا مآلهم. بغاو مسؤولين أبناء الشعب بحالهم كيشبهوا ليهم وعندهم الكبدة عليهم لأنهم منهم وعاشوا حالتهم. بغاو حكومة شجاعة جريئة مبادرة عندها حلول وعندها بدائل باش تنقص من ثمن المحروقات اللي نقصات في العالم كله إلا إحنا اللي بقى كتحرق جيوبنا. هذا إلى بقى المواطن شي جيد. طبعا سؤال، كيفاش يمكن الحكومة أنها تحارب الهشاشة وهي تعاني منها؟ يا المغاربة كل خوف يداوي كن دوا راسو،
فقد الشيء لا يعطيه. ونصيحتنا للحكومة اليوم هي أن تأخذ وتعجل بأخذ الجرعة الرابعة المعززة لتقوي مناعتها السياسية. إننا يا السادة نعيش الحشاشة اليوم بمختلف تجلياتها: الفقر، هشاشة القيم، هشاشة الأخلاق، وهشاشة الهوية. إنها هشاشة جيل بأكمله. الخطير اليوم أن تفاقم الهشاشة وضعتنا اليوم في مواجهة أزمة قيم، فراغ أخلاقي غير مسبوق. الشيء اللي كنشوفه اليوم واللي كتشوفوه ولا كيخلع، سواء في واقعنا اليومي أو في العالم الافتراضي، إلى أين؟ فين غاديين؟ وأين الخلل؟ هل نحن الخلل؟ واش حنا هما المشكل؟ اسمحوا لي، ما يمكنش كفاعلين سياسيين نبقاو نتفرجوا اليوم على هذا الشيء. لماذا كل هذا التخبط العشوائي اللي كيعيشوا مجتمعنا وخصوصا شبابنا؟ وعلاش شبابنا اليوم اللي كيتوسل تعبيرات دخيلة على مجتمعنا باش يعبر على الامتعاض ديالو والرفض ديالو للتهميش والحقرة؟ سمحوا لي مرة أخرى، اليوم احنا امام مسؤولية تاريخية اتجاه هذا الشباب. خاصنا نقوم كاملين بأدوارنا كل من موقعه، واجبنا الإصغاء، خصنا نسمعوا ليهم، راه كلامهم ماشي ديما قاصر. وبالإصغاء يمكن الاستيعاب، وبالاستيعاب يمكن بناء جسر الثقة باش يمكن نقوم بأدوارنا التأطيرية والتوجيهية. الحل الوحيد في تقديري للخروج من حالة التيه اللي كيعيشها شبابنا اليوم هو رفع الظلم والحيف عليهم، ونخرجهم من ضيق التهميش إلى سعة الاحتواء، خصوصا وأن قيمنا المغربية الأصيلة ما كتعارضش مع الحداثة لأنها صلب الهوية ديالنا. وما تغلطوش، راكي اللي كيظن فاش كنهضروا على الهوية هو طرف مع فوق الشبعة، طرف فكري ولا زيد. ابدا، الهويه لصيقه ومرتبطه اشد ارتباط بالتنميه. الفرق بيننا وبين دول متقدمه في هذا الباب انها وظفات مخزونها الحضاري من لغه وموروث ثقافي. خذوا مثال الصين، ماليزيا واليابان وسنغافوره، دول حققت طفره تنمويه بتبنيها للحداثه الاصيله، في حين احنا راهنا وانبهرنا بالحداثه الدخيله. النتيجة ما تقدمناش وتخلينا على الهوية ديالنا، ولا وجود لشعب بدون هوية. ربما غادي تسألوا علاش هذا الكلام كله. غادي نجاوبكم، لأننا في الحركة الشعبية سنسعى للبحث والإجابة عن كيف المخرج من أزمة القيم هذه، وماذا نريد من قيمنا الأصيلة، وما نطمح إليه من خلالها، وهل نستطيع تحقيق التنمية المنشودة بها؟ لأننا على يقين أن منظومة القيم المرتبطة بالفاعل السياسي وبمشروعه المجتمعي. أقول هذا مشروعنا، هذا مشروعنا مبني على قيم تمغربيت اللي متجدرة فينا واللي هي جوهر هويتنا الأصيلة. فلطالما كان حزب الحركة الشعبية مرآة وفية وأصيلة لقيم هذا الوطن وثوابته. قبل قليل قلت لكم مرجعيتنا يمكن مرجعية الحركة الشعبية، وخاكي اللي غادي يعتبرها مقاربة نكوسية، ولكن هذا واقع. مرجعية لم تنتهي صلاحيتها بعد. عرفتوا علاش؟ لأنها مرجعية بتربة مغربية 100%. جدودنا آمنوا بخصوبة تربة بلادهم، ما احتاجوش الاستعانة بأفكار لا ديال الشرق ولا إيديولوجية الغرب. شتوا على إيه خلينا ولنا جدودنا؟ مبعث للفخر والافتخار. أفكارنا كلها تبناها الخصوم السياسيين قبل الأصدقاء. طالبنا بدسترة الأمازيغية، ونعتونا آنذاك بالعرقيين والعنصريين، واليوم تمت الدسترة. ناضلنا من أجل العالم القروي منذ التأسيس، واليوم أصبحت له حقوق دستورية بمقتضى الجهوية المتقدمة. نادينا بالجهوية لأكثر من 4 عقود، ونعتونا آنذاك بالنعرة وبالتقليدانيين وبالجهويين، واليوم أصبحت الجهة بحقوق دستورية. لاحظوا معايا
دائما انتصار للفكرة الحركية والفكر الحركي. علاش مرة أخرى؟ لأنها وليدة تربة مغربية أصيلة. أقول تربة مغربية أصيلة. وش عرفتوا وش كتوقفوا على شنو هي تكون مغربي اليوم؟ شنو هي تكون مغربي اليوم؟ خليونا من المقاربات التبخيسية والتقزيمية والتضليلية والفكاهية. المغربي هو حضارة عظيمة، اسمحوا لي. قليل هي الدول اللي عرفت التاريخ غني بحال المغرب على امتداد التاريخ. سلالات عظيمة تعاقبات على حكم المغرب، بدءا من الدولة الأمازيغية اللي أسسها جوبا الأول، وصولا إلى الدولة العلوية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. المغرب دولة متعددة الثقافات باعتراف دولي. المغرب أنواع متعددة من التراث المعترف به من قبل التراث العالمي لليونسكو. خمسة من السلالات الحاكمة للمغرب انطلقت من الصحراء، أقول من الصحراء، وتوسعت في الأندلس، ليبيا وأعماق إفريقيا. بنينا حضارة متفردة تأتي ديالها باقي البصمات ديالو في كل من إفريقيا وأوروبا. حضارة أبهرت الجميع بتنوع التراث ديالها، بتنوع الطبخ ديالها، فضلاً عن العادات والتقاليد المتوارثة واللي خصنا نحافظ عليها ونعرف بها العالم. الأندلس أو الفردوس المفقود حضارة ديالنا لثمان قرون، بنينا مجد وحضارة هي أساس النهضة الأوروبية فيما بعد. كانت من أكثر دول العالم علماً ومدنية وتحضر، واستقطبت الباحثين من رجال العلم والمعرفة من مختلف بقاع أوروبا والعالم. سقطت الأندلس وعدنا إلى المغرب، وأصبحنا نحن المغاربة وهم الأندلس. شوفوا هذه المفارقة. الرومان غزوا العالم كامل، لما رجعوا إلى روما بقوا هما الرومان وحضارتهم ضحكت شان عليهم، وإحنا نهار رجعنا للمغرب قام هو الحضارة الأندلس وإحنا فقط مغاربة. وحتى لما خرج آلاف المسلمين واليهود للأندلس استقروا في شمال المغرب في تطوان طبعا، وعرفت المدينة مرحلة مزدهرة من الإعمار والنمو حتى أصبحت مركز لاستقبال الحضارة الأندلسية. أول جامعة في العالم القرويين، ومع كامل الأسف أصبحنا اليوم في أسفل سافلين في التعليم. وفاؤنا لثقافتنا وحفظها من الضياع لا يتعارض، وانفتاحها على العالم وباقي الثقافات. المغاربة معروفين بالتسامح ديالهم وبالسماحة ديالهم، دائما كانوا نموذج للتعايش. أخواتي إخواني الحضور الكريم، لا يختلف الأمس عن اليوم، معركتنا لا زالت مستمرة. البارح كنا في مواجهة حزب أراد فرض هيمنته، وتشاء الأقدار اليوم أن نجد أنفسنا في مواجهة أغلبية عددية مهيمنة ترفض الإنصات ولا تقبل النصيحة وترفض الاختلاف. ولأننا نعتبر أنفسنا معارضة بناءة تؤمن أن الإصلاح لا يستقيم إلا من داخل المؤسسات، فإننا سنناضل من أجل تقوية المؤسسات. غادي ندافعوا على مؤسسات مواطنة ما كتحكمش فيها الماكينة العددية المتعجرفة بعيدة عن المواطن وصامتة ولا تتواصل معهم، لأنها عجزت عن تحقيق وعودها الانتخابية، وهي التي قدمت نفسها كمنقذ للبلاد من هول ولايتين حكوميتين سابقتين عجاف. وعوض الالتزام ببرامجها ووعودها والعمل على تنزيلها تعلق فشلها على مشجب سابقاتها، وأصبحت أسطوانتها المشروخة تتكرر في خطابها. ماشي احنا الاخرين، من باب كلما دخلت أمة نعلت أختها. كتعرفوا هذه الآية؟ دابا شنو نقولوا؟ كلما دخلت أمة، فين دخلات بعدها؟ فين دار تدخل؟ فين؟ لا ماشي المؤتمر ولا الحكومة، إلى جهنم. كلما دخلت أمة نعلت أختها. كتعرفوا هذه أعرف؟ عرفتوا الأعرف؟ عرفتوا شنو الأعرف؟ الأعرف هو واحد الصور اللي كيفرق ما بين الجنة والنار. هذوك اللي فيه هما اللي جايبين المعدل، ما كملوا يدخلوا الجنة، ما كملوا يدخلوا جهنم، وبقوا على ذاك الصور. وجات هذه الآية، كلما دخلت أمة نعلت
دخلت أمة نالت أختها فين دخلوا الجهنم لقوهم حتى إذا اداركوا فيها جميعا شي دركسي شي جيمورجي تلقوا تما خالت أخراهم لأولاهم هذوك اللي وصلوا الآخرين لقوا هذوك تما الأولين اللي سابقينهم بقاو كيشوفوا فيهم قالوا ربنا هؤلاء أضلونا هذو هما اللي خرجوا علينا ماشي حنا هذو هما اللي خرجوا علينا قال ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار وزيد زيد اليوم ذكاء زيد عذبهم جوج خطرات علينا الله سبحانه وتعالى باش كيجاوبهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون هذا لكل ضعف ولكن لا تعلمون صدق الله العظيم راني فيت قلتها للإنسان في مناسبة فائتة على لسان الوالدة الله يرحمها الناس كيضحكوا في الدين والصلاة باش يتبلاو تأكد بعد سنة أن هذه الحكومة ماشي فقط عاجزة عن الوفاء بوعودها بل ما عندهاش حتى تتصور أو رؤية لإخراج المواطنين من لهيب الغلاء وتدهور قدرتهم الشرائية حكومة كتخبى بدون اجتهاد وراء الحرب بأوكرانيا وتداعيات كورونا والجفاف كتخبى 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 حتى ما بقاش كتبان حكومة كتقول أنها تعمل في صمت حكومة تقول أنها تعمل في صمت فلا نتيجة شفناها ولا صوت سمعناه وكما أقول دائما لم ينجحوا لا في هذا ولا في ذاك المواطن محتاج اسمحوا لي محتاج اليوم اللي يسمع ليه اللي يحس به اللي يسانده اللي يخفف عليه ماشي اللي يبرر ليه ويتصيف عليه ويخرج فيه عينيه حنا في الحركة الشعبية طبعا واعون بالمعنيون بالغلاء اللي قهر المغاربة اليوم اللي قصتها شعلة فيها العافية هذه هي الجملة اللي كتكرر في بيوت المغاربة اليوم الشعب يكابد والحكومة تعاني وكمعارضة بناءة نبهنا الحكومة لمجموعة من الاحتلالات في سنتها الأولى لأن توقعاتها كلها تبنات على فرضيات هشة كعادتها وبذلك انتهت إلى مؤشرات متناقضة ودون مستوى وعودها معدل النمو معدل التضخم نسبة التشغيل وحتى مؤشر التنمية البشرية وقس على ذلك كل المؤشرات انهارت وبشكل غير مسبوق في عهد حكومتنا الموقرة هذه أزمة عالمية صحيح ولكن بقينا احنا بوحدنا في حالة شرود احنا بوحدنا اللي أرجو دول كلها خدات تدابير باش خفات على المواطنين ديالها حكومتنا الموقرة خدات تعابير باش برر المواطنين ديالها اسمحوا لي ماشي هكا ما هكذا تولد الإبل نحن نطالب بالحد الأدنى من التدابير اللي خداتها مجموعة من الدول نطالب بإجراءات واقترحناها لكم تبعين مداخلة ديال الفرق في البرلمان إجراءات تعيد للمواطن الأمل والثقة في السياسيين ديالهم والمؤسسات اللي كيسيروا بمعنى المواطن يحس باللي كيسمع ليه واللي كيحس به ونتعهد أننا لن نتوانى في الترافع والدفاع مرة أخرى عن القدرة الشرائية للمواطن البسيط لأننا وبكل بساطة نتقاسم نفس الهموم لأننا ولاد الشعب نعم ولد الشعب واجهت أيضا ما واجهه كل شاب من عقبات وعراقيل بحثا عن فرصة تكوين وعمل يوفران له العيش الكريم أنا الأب أيضا اللي كيبحث على مدرسة لائقة باش تأهل أبناؤه لمستقبل أفضل أنا الإبن كذلك اللي حمل والديه المستشفى بحثاً عن العلاج أنا ابن جبال الأطلس الشامخة التي في غياب الأمطار والدعم أصبحت قاسية على أبنائها وعصية على ساكنتها لذلك إخواني أخواتي أتعهد اليوم أمامكم أننا لن نمل ولن نكل في حزب الحركة الشعبية من الدفاع عن المواطن البسيط مرة أخرى أعيدها ولم أكررها بالشكل الكافي عن الهوامش عن المجال القروي عن تقليص الفوارق عن تكافؤ الفرص وعن التنوع الذي طالما نادينا به تنوع
يتبنى جميع الروافد الثقافية بالمغرب: الأمازيغية، العربية، الحسانية، الأندلسية، الإفريقية، المسلمة، اليهودية والموريسكية، روافد صنعت تبيز الثقافة المغربية وعبقريتها. ومن أجل ذلك ما بغيتش نطول عليكم بزاف، واخا ما سمعتش بكم عرفتكم عييتو، فقط غادي نختم هنا. سنمدكم، اسمعوا لي مزيان، سنمدكم بكتيب في قريب عاجل حول مواقف الحركة الشعبية اتجاه القضايا الكبرى بناء على خلاصات المؤتمر، وسنمدكم بخارطة طريق جديدة لإحكام التنظيم محليا وجهويا عمادها المنهجية الديمقراطية، لا لإسماع صوت الحركة الشعبية في ربوع المملكة المغربية. ومن أجل ذلك أخواتي إخواني، سنبدأ النضال من اليوم، وسنعمل يدا في يد بكل عزم وحزم على تحقيق ذلك لاستعادة وهج حزبنا وريادة أفكاره ورؤاه، لأنه يستحق ولكنكم تستحقون. كنتم رائعون في الإنصات. شكراً.